نروح مع حضراتكم لموضوع آخر ومجموعة من الخرائط الهامة والنادرة اللي كانت تعتمد عليها مصلحة عموم المساحة في هذا التوقيت، ده غير المصحف الشريف المكتوب بخط اليد من الإهداءات القيمة والغالية، خاصة النسخ المصحوبة بالتفسير. كل ده في متحف المقتنيات بجامعة الإسكندرية بعد تشكيل لجنة لترميمها وعرضها للطلاب والباحثين لتعريفهم بها. صباح الخير عليكم في كل مكان، موجودين معاكم النهارده في واحد من المتاحف المهمه اللي موجوده في محافظه اسكندريه، وهو متحف مقتنيات جامعه اسكندريه، واللي بيضم مجموعه من المقتنيات الهامه والتراثيه واللي بتعتبر كنز، زي الكتب والمخطوطات النادره واللي بعضها بيحتوي على نسخه واحده فقط موجوده في صرح الجامعه العريق. المتحف ده يعتبر أيقونة وجوهرة من جواهر جامعة الإسكندرية. تم افتتاحه في أغسطس 2020 في عهد الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة الأسبق. والمتحف ده طبعا يحتوي على العديد والعديد من المخطوطات والكتب التي لا تقدر بثمن. وإحنا عندنا هنا في المتحف ثلاث حاجات أساسية، اللي هو ما يخص جامعة إسكندرية، ركن جامعة إسكندرية، ويخص فيها أول رسالة صورة من أول رسالة ماجستير وأول رسالة دكتوراه تم مناقشتها. عندنا شهادة تخرج الراحل الدكتور أحمد زويل. عندنا في الكتب كتب هنا طبعا عندنا جوهرة المكان، وهي كتاب وصف مصر الذي لا مثيل له بكل أجزائه الأصلية بكل مشتملاته الموجودة في المكتبة عندنا. احنا طبعا بيجينا طلبات كثيرة على مستوى العالم بالطلبات بالاطلاع على المخطوطات بها، ان هو لما تمثل من ثروة، تعتبر من ثروات مصر القومية وثروات جامعة الإسكندرية القومية. المتحف بيحتوي على ثلاث قاعات، القاعة الأولى والثانية فيها مخطوطات وخرائط نادرة أثرية، القاعة الثالثة فيها كتب تراث نادرة وفيها أوائل المطبوعات. من الكتب الأثرية كتاب وصف مصر، عندنا النسخة الأصلية، مخطوطات إسلامية ومخطوطات قبطية وفارسية وتركية، وألبومات صور زفاف الأميرة فايزة، طبعا في ألبومات عن مصر، بالإضافة لكده في مجموعات نادرة من قطع البردي وترجع لسنة 400 هجريا، وخرائط وأطالس نادرة، وفي زنكات اللي هي وأكليشيهات طباعة ترجع للعصور الأولى. طبعا المتحف يحتوي على جميع المقتنيات النادرة اللي ممكن في ناس كتير قوي ما يعرفوش عنها، أوائل المطبوعات الخاصة بجامعة اسكندرية، وإحنا بنفخر بوجود هذا المتحف في جامعة اسكندرية. إحنا في متحف جامعة اسكندرية عندنا بيتميز إن عندنا حاجات مش موجود منها غير نسخة واحدة بس، عندنا كتاب وصف مصر باللغة الألمانية عبارة عن 24 مجلد مليان صور بالليسو أوفست، جايبة كل جزء في مصر، حتى اللي هتلاقي المعابد أدق الرسومات اللي جوه المعابد مرسومة. في كمان وصف مصر الملك فاروق عامله باللغة الفرنسية، مصر إحنا هنا نقتني النسخة دي. في مخطوطات نادرة جدا في الطب مش موجود غير عندنا بس، في عندنا المصاحف المذهبة دي في نسخ نادرة جدا مش موجودة غير عندنا، تفسير الجلالين للسيوطي بتاع القرآن الكريم ده برضو موجود عندنا، وكتب قبطية نادرة جدا برضو على مستوى العالم، يعني مش هقول في مصر بس، على مستوى العالم مش موجودة غير عندنا في المكتبة المركزية.